جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في سؤال آخر: رجل يريد أن يحج ولكنه لا يتوفر له المال في وقت الحج، ولديه زراعة يأتي محصولها متأخرا عن وقت الحج ويتوفر له المال ويكفيه ذلك المال في حجه وكذلك يكفي أسرته من بعده، فهل له أن يستلف على ذمة أن يحصل من الزراعة المال ويقضي حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمه أن يستلف في هذه الحالة، ولكن عليه أن يرصد من غلة الزراعة ما يكفيه لحجه، فإذا جاء وقت الحج إنه يحج. وأما لو استلف فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه أن يستلف.